سياسيا وليس نزاعا تاريخيا. البعض يريد أن يصور القضية أن الإمامة قضية مرتبطة بعمق التاريخ، إذن فلنترك التاريخ لحاله ولنترك الخلافات التي وقعت في صدر الإسلام ونجعل الحكم فيها هو الله سبحانه وتعالى، هو يحكم بين عباده وبين صحابة رسول الله يوم القيامة، وما بالنا نشغل أنفسنا بمثل هذه القضية. نعم أنا معكم، إذا كانت قضية الإمامة هي قضية سياسية أو قضية تاريخية الحق مع هذه الدعوة أنه فلنتركها جانبا، ولكن ادعاؤنا مدعى مدرسة أهل البيت أن مسألة الإمامة مسألة إيمانية مسألة عقدية، يعني إذا أردت أن أتكلم بلغة الإصطلاح مسألة مرتبطة بمسائل علم الكلام، ومسائل علم الكلام ترتبط بالبعد الإيماني في الإنسان المسلم، لأنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبين أن هناك بعدين أساسيين في المعارف الدينية، بعد يرتبط بالإيمان يعني المطلوب منه الإيمان، يعني مرتبط بالجوانح للجوارح، مرتبط بالقلب بعقد القلب، وبعد يرتبط بالبعد العملي، يرتبط بالبعد التطبيقي التنفيذي الإجرائي عبر ما شئت. هذا الذي يصطلح عليه بأصول الدين وفروع الدين، اللي هو أنا لا أرغب في هذا الإصطلاح كما سأبين. إذن القضية قضية إيمانية، قضية عقدية، قضية كلامية، وأيضا هنا أيضا قد يتبادر إلى الذهن عندما نقول قضية كلامية قد يقال أنه في التاريخ الإسلامي هناك كثير من المسائل الكلامية طرحت وانتهى دورها، فلماذا أنتم تبحثونها من جديد؟ افترضوا مسألة خلق القرآن، هل أن القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه طرحت والآن تجاوزها الزمن، في زمان لا يوجد مثل هذا البحث. الجواب كلا وألف كلا، مسألة الإمامة ليست من مسائل من قبيل أن كلام الله مخلوق أو لا. مسألة الإمامة كما نعتقدها نحن أتباع مدرسة أهل البيت، نعتقد أنها مسألة إيمانية مستمرة، وأنها تعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة الإيمانية والعقدية لمدرسة أهل البيت. طيب.